متابعين تلفزيون اليوم السابع. النهارده معايا قصه دكتور وصيدلي ومهندس فجروا بركان من السعاده في اسكندريه. ما اكتفوش ان هم ناجحين في دراستهم، لا كمان عملوا مشروع جديد واشتغلوا في مجال بعيد تماما عن دراستهم، وهو الايس كريم. لكن مش اي ايس كريم، دول حطوه في عجينه اسمها التشيمني. النهارده من خلال برنامجي مطبخ رانيا نجار هنعرف مع بعض ايه هي التشيمني وازاي الشباب دول بداوا مشروعهم. مساء الخير، انا دكتور ايمن الحاج، طالب في كليه الطب الفرقه الخامسه جامعه اسكندريه. النهارده هوريكم طريقه التشيمني، العجينه بتاعتنا. التشيمني عباره عن عجينه بلغاري، احنا اللي بنعملها، بنعجنها بطريقه معينه وبعدين بتطلع بنسويها برده بطريقه معينه. يعني احنا هنشوف دلوقتي وانا بفرد العجينه، لازم يبقى معاها زيت طبعا عشان تفرد معايا وتمشي، تبقى كانها بتجري كده، بتبقى العجينه لينه خالص. بعدين بعد ما بفردها زي ما حضرتكوا شايفين دلوقتي كده، بحط على السيخ بتاعي زبده عشان العجينه ما تلزقش عليه، بس في نفس الوقت انها تمسك. بنحط الزبده بتاعتنا ونبدا ان احنا نلف الكون بالطريقه دي، لان ده بيبقى اصلا الشكل النهائي بتاع التشيمني، هوريكم برده دلوقتي. بعد ما بنخلصها وبنلفها على الكون، بنفردها كده على الرخامه، بنضغط عليها عشان تطلع معانا بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. بعدين بتطلع وبتروح بتستوي على النار، وبعدين بيتحط عليها الايس كريم السوفت المميز بتاعنا اللي احنا بنعمله. قولي، هو ده حديد صح؟ حديد. وده خشب؟ ده خشب، خشب زان. طب وده يستحمل الحراره؟ يستحمل، زي ما حضرتك شايفه. تمام. بعدين بقى بتروح للنار، احنا كده هو بيفردها وبعدين بيسلمها لك، صح كده؟ متعرف عليك؟ انا مهندس محمد نصر. احنا بعد ما بيسلمها لي العجينه كده بتدهن زبده من بره بالشكل ده، وبعد كده بتحط عليها طبقه سكر، بتتسوى بالسكر ده صح كده؟ بتحط عليها طبقه سكر وبعد كده بتتحط على النار. احنا بدأنا المشروع، مين الاول اللي جات له الفكره؟ احنا ثلاثة الاول، احنا دكتور وصيدلي وانا مهندس. كان في واحد مننا الصيدلي كان في سفريه في تركيا وشاف الموضوع ده، شاف التشيمني، شاف عجينه التشيمني وبدأها هناك، فاقترح علينا ان احنا نعمل الفكره. فبدأنا ندرس الموضوع، لقينا ان الموضوع هيبقى كويس، بدأنا نعمل سيرش على الحاجات اللي احنا محتاجينها عشان نبدأ مشروع شبه كده هنا ونطلعه بالجوده اللي هو دقها هناك. بدأنا ندور على اول حاجه المشين بتاعه التشيمني، لان المشين مش موجوده هنا، مش موجوده في مصر، كنا لازم نستوردها. هو الفرن ده؟ فبدأنا احنا قلنا خلاص، احنا عرفنا الفكره بتاعته وعرفنا ان هو السبيسيفيكيشن بتاعه، قلنا خلاص هنبدأ نصنعه هنا، مش محتاجين ان احنا نستورد. فبدأنا يعني الفرن مصنع بايدي المصريه، مصنعينه احنا، وعرفوا ان هم يعني انتوا اللي وصفتوا لهم بقى شكل الفرن بالشكل ده، كل حاجه بالمواتير اللي ورا اللي بتلف السيخ، بالمسافه بتاعه النار وقربها وبعدها من العجينه، بحيث انها تسوي. طبعا كل دي فنيات، ان المسافه بعدها عن العجين ده بيفرق كتير. بالظبط، المحابس اللي فيها، توزيعة الغاز اللي جاي عليها، الحاجات دي كلها قعدنا عملنا تستات عليها كتير لحد ما وصلنا للنتيجه دي. بدأنا بعد كده ندور على المكان المناسب اللي يخدم الفكره بتاعتنا، لحد ما وصلنا للمكان يقدر يساعدنا ان احنا ننشر فكرتنا دي او يبقى مناسب للفكره اللي احنا بنقدمها. وبعد كده هي بتاخد لفتها على النار لحد ما تستوي، السكر اللي عليها ده يبدا يدوب يتكرمل. حاجه بسيطه، يتكرمل حاجه بسيطه كده. وبعد كده بيتحط بقى عليها زي ما الدكتور هيوريكم كده بقيه التوبينج والايس كريم السوفت. هي بتطلع بعد كده؟ بعد كده بتطلع زي ما الدكتور كده بتطلعها، بنسقط فيها حته شوكولاته بس عشان الايس كريم ما يسحش جامد وبسرعه، ما يقعش يعني. بيبقى سخن وساع، بنحط قطعه شوكولاته بس عشان اقفلها. تمام. بعد كده بنحطها في السكر. سقطتها في السكر وقرفه. سكر وقرفه. في سكر وقرفه. وفي اللي ما بيحبش القرفه بنحطها في السكر عادي عشان. اللي ما بيحبش القرفه بيحطوها في سكر ساده ومفيش اي مشكله. بعدين بقى بنروح بنحط عليها الصوصات بتاعتنا من جوه ومن بره، على حسب طبعا ما الزبون ما بيكون طالب. عندنا بنحط كل جميع انواع الشوكولاتات المستورده. بنغرقها بقى شوكولاته كده من جوه. ده حسب ذوق كل واحد، على حسب على حسب طلب. بالظبط، على حسب طلب كل واحد. بالظبط.
انشرها لنا كده غرقانه جوه الصوص. طبقه الصوص دي تعمل عادل علشان الايس كريم ما يطريش ما يطرهاش قوي وبيطريها شويه بس ما يخلاش تطرى قوي، وفي نفس الوقت بينزل بيها فبيدي طعم للعجينه بتبقى طعمها جميل جدا. دلوقتي بنحط الايس كريم السوفت نطلع كده، وبعدها بقى بنحط الصوص بتاعنا الاخير عليها. طبعا تقدر بقى تحط مكسرات، انواع اي حاجه اي حاجه على حسب ما الزبون بيطلب انا بعملها له. احنا هنا بنحط الصوص بتاعنا بنغرقها الصوص من بره كمان، فتبقى حاجة سخنة وحاجة ساعة في نفس الوقت وعليها صوصات الشوكولاتات الجميلة دي، فبالتالي بيبقى بركان سعادة حرفيا. بصراحة بقى شكلها رهيب، العجينة سخنة، الايس كريم لازم يتاكل بسرعة طبعا علشان ما تسيحش مننا، بس شكلها رهيب بجد فعلا بركان سعادة زي ما قلت ان هم فجروا بركان سعادة. طعمها فعلا تحفة. شكرا ليكم، ميرسي خالص. بكده خلصت حلقتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، منتظرة رأيكم في الكومنتات واقتراحاتكم للوصفات اللي جاية. أشوفكم في فيديو جاي إن شاء الله. باي باي.